اخذ نصيب الاسد من مدرجات الملعب، ملعب شيخ عبيدية الذي سيحتضن هذه المباراة مباشرة بعد موقعة ممتاز، ولا يريد للعقارب ان تلسعه، يريد ان يواصل التقدم ويحافظ على تقليل الحقائق، كفيلة بان نتعرف على النتيجة النهائية وكفيلة داخل منطقة العمليات. ما يزال الضغط الجامبي ولا تزال وله تجربة طويلة في الفئات السنية العمرية خاصة بالزيادة بالأداء الأكبر بأداء أكبر. لا تزال لم تخرج بعد، لا تزال في أرضية الميدان، تعود مجددا للعناصر الجامبية الانطلاقة السريعة، الضغط المستمر طيلة ربع ساعة منذ بداية الموقف، ويريد تصحيح المسار من أجل ترك فرصة للبلوغ لأعداد كبيرة تتفوق على كل إذا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متتبعي الموريتانية الرياضية، جمهور مميز يحضر هذا المساء لمؤازرة المنتخبين لا شك، ال 21 بريس بونو 22 ديفين، مقطوع الكرة عكسية سريعة انطلاقة رائعة، هناك لاعبان ربما يمرر الحصار، هدفين دون مقابل، نجح في تعديل النتيجة بهدفين لمثلهما، وأمام هنا التوغل والتسديدة والهدف الثاني. المركب الاولمبي قبل ذلك كذلك تمت الاتفاق على توسيع ملعب، هدف ثاني القاه الحكم بداعي التسلل في لقطة الماضية، مرور من الاول من الثاني، التمريرات البينية بعد ذلك، المحاولة ترفع كرة خطيرة والمتابعة بعد ذلك من على مشارف منطقة العمليات والتسديدة، المتابعة والهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب الجامبي، هدف ثالث للمنتخب الجامبي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني.